متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات هنا على أرضية ميدان المرموم. رابع أشواطنا أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، والذي خصص للجعدان اللقاية المهجنات الأصايل في حضور شعارات أبناء القبائل وأبناء الخليج، توافدوا على أرضية هذا الميدان لتقديم أجود السلالات والنوعيات. أتقدم مباشرة إلى المراكز الأولى، راهي على المركز الأول محمد بن عبد الله بن معيضة النيادي. من يتقدم في هذه اللحظات ينادي من البداية بناموس هذا الشوط. المركز الثاني رداد القادم لعبد الله بن سعيد بن علي المزروعي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث اللي واصل والمتقدم سياف لمحمد بن السبع بن سعيد بن مسعود الشامسي القادم في هذه اللحظات. المركز الرابع شاهين هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري القادم في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس هذا اللي واصل، هذا الفارس لعبد الله بن معيوف بن محمد العامري قادم بن معيوف يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس. والسادس يتقدم بالرقم 6 هذا عماش لسعيد بن غدير بن سعيد بالويه الدرعي القادم في هذه اللحظات على المركز السادس. والمركز السابع ذيب لمحمد بن سعيد بن سليم بن سعيد الكتبي. وثامن المراكز علال لعبيد بن خليفة بن عبيد بن حميدان الفلاسي القادم على المركز الثامن في هذه اللحظات. ناخذ المركز التاسع ونتابع المجموعة الثانية، هذا لاضي لمسلم بن سيل بن دليل العامري القادم، وشعاع المركز العاشر الكوبي القادم أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي قادمين هالي الطوية مع هذه الانطلاقات. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة، لكن أسماء قادمة، شعارات قادمة باحثة عن أول أشواط المهجنات الأصايل من ميدان المرموم من تحفة ميادين السباقات. عودة إلى المركز الأول، عودة إلى الصدارة، راهي يتقدم برهو هذا الشعار بتاريخه بإنجازاته. ينطلق أبو عبد الله على المركز الأول، محمد بن عبد الله بن معيض النيادي يتقدم على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني هذا اللي ما عنده هدوء، هذا أبو عبد الله هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري يتقدم مع شاهين القادم على المركز الثاني. المركز الثالث دكتور الأصايل يأتي مع الأصايل، يتقدم في يوم الأصايل رداد لعبد الله بن سعيد بن علي المزروعي القادم في هذه اللحظة على المركز الثالث. الرابع سياف لمحمد بن السبع بن سعيد بن مسعود الشامسي قادم. شوف الأسماء، وصل المدهوشي محمد بن راشد المدهوشي يقدم غياث، أول نداء لغياث القادم. ومن القادم بالرقم 11 قادم في هذه اللحظات يتقدم مع هذه الانطلاقات، هذا ثمين القادم وحمد بن عصري بالحب العامري. من يقدم ثمين في هذه الانطلاقات؟ أول نداء لثمين، تابع الشعارات القادمة، تابع الأسماء المتسللة، هذا مجاهد لأحمد بن سالم بن سلطان الزرعي القادم في هذه اللحظات. وكذلك القدوم من أديب بن ديلة بالويه بالزفنة بن محمد العفاري، أول لدى لأديب. وجزيل يا شاعر، جزيل يا شاعر قادم الشاعر مبارك بن حمد بن عود العمري. وشعار حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير قادم في هذه اللحظات. وشعار أحمد بن عبيد قادم لكتبي مع الكوبي ومشاق
رغم لمحمد بن علي بن سالم الكتبي والهاجس قادم الهاجس لسعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة الكتبي. هكذا هي النتيجة لهذه الاسماء لهذه الشعارات المنطلقة كل الاسماء في موقع واحد. بنقول خلاص يا النيادي بنقول الكيلومتر الاخير ياهو هجوم ياهو غزو قادم مع هذه الاسماء مع هذه الشعارات شعاري طموح وغيرها من الاسماء. ها هو جزيل مبارك بن حمد بن عون العامري يتقدم الشاعر يتقدم الشاعر على المركز الاول. المركز الثاني مجاهد لاحمد بن سالم بن سلطان الزرعي القادم ومن القادم اديب الوهي قادم من ديله بالوهي بالزفنة بن محمد العفاري قادم وبالركاض هذا هادي القادم مع شاهين وبن حلوة قادم مع الهاجس سعيد بن احمد بن حلوة الكتبي. اللحظات الاخيرة من السعيد من سيحظى باول اشواق المهجنات الاصايل ما بين اديب ما بين الهاجس. هل الخوانيد هل الخوانيد اللحظات الاخيرة الانتار الاخيرة راعي جبارة راعي جبارة واللحظة الاخيرة ها هو الهاجس سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة التبي واديب اديب نديل بالويه بالزفنة العفاري على المركز الثاني. ما شاء الله تبارك الله لكن الهاجس في رصيد عدة سيارات يأتي في هذا اليوم يسجل النقطة يسجل الحضور لابن حلوة لكن العفاري اللحظات الاخيرة اديب اديب خطف اول اشواق المهجنات الاصايل لنديل بالوهي بالزفنة العفاري. المركز الثاني الهاجس لسعيد بن احمد بن حلوة. المركز الثالث والرابع بنترك المركز الثالث شعار سعيد بن محمد الملعاي اسبار اللي وصلنا على المركز الثالث. والمركز الرابع بنعود مع التوقيت الزمني في هذه اللحظات ولحظات وصول اديب خاطفا هذا الشوط لنديله بالويه بالزفنه بن محمد العفاري. سلاماتنا له على فوز اديب باول اشواط المهجنات اللي جايه. سلاماتنا الى الفوعه. 7:31:05 هو التوقيت. مشكور يا راعي اديب. المركز الثاني الهاجس لسعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة الكتبي توقيته 7:31:06 من الثانية. المركز الثالث وصل على المركز الثالث شعار الملعاي سعيد بن محمد الملعاي اللي وصلنا شعار على المركز الثالث 7:33:01 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.